الموضوع ده راح قبل كده لمحكمة وقالت انها مش جهة اختصاص. وهو ده الحكم الحقيقي. ليه بقى؟ لان الالتراس مش حاجة مشهرة. يعني مش مثلا في مش عارف ايه الجمعية مشهرة زي مثلا زي جمعية الإخوان فيتم حل جمعية الإخوان لأن هي كانت جمعية مشهرة قانونا. لكن مثلا أنا ومثلا وعامر ولينا وفرح قررنا نعمل جروب اسمه جروب شباب مصر. تمام. فجروب شباب مصر ده ينزل وبتاع فواحد راح رفع قضيه على جروب شباب مصر وودها للمحكمه. قال عايزين نحل جروب شباب مصر. وجروب شباب مصر ده هيتحل ازاي؟ ده اسم. يعني مفيش ورق. بيثبت. دايما القضيه لما بتروح قضيه لازم يكون في ورق. مستندات بتدعم دي عشان يتم حل الجمعيه دي او يتم حل الحزب ده او يتم حل بتاع يبقى في ورق ان احنا تقدمنا بورق عشان نشهر اسم معين زي الالتراس او الجمعيه او لكن ما فيش. فهو هي المفروض ان المحكمه مش جهه اختصاص لكن الالتراس ليهم حاجات كتير مش كويسه وليهم حاجات كويسه في الملعب. يعني اما يجي يعملوا شافوا الظلم يعني موضوع مذبحة بورسعيد وموضوع لسه حاصل في اللي هو طبعا هم برضو شافوا يعني حاجات كتير. ربنا يرحم يا رب طبعا بورسعيد يا رب سعيد المدفع الجوي وكل الناس اللي ماتت. بس هي مصر بعد الثورة بقت فوضى. الموت بقى في كل حتة. الموت بقى سهل قوي. انا فاكر واحنا قبل الثورة كده لما كنا بنشوف واحد ايده اتقطعت او حاجة من في غزة فنقعد نبكي ونعيط وازاي دول الناس مستحملين وبتاع. طب كابتن احنا ناس بتموت بسهوله قوي يعني. وقتنا جري جدا كابتن خالد غضون بس عايزك تمضي لي على كرة تكتب لي يوتر على كرة. طب كلمة اليوتر على فكرة حلوة يلا المزيكا بتاعت التتر. المزيكا والله بجد هشام حلوة جدا. بتقول ايه؟ بتقول يا كابتن؟ على فكرة دينا سلام عليك فرح قالت يا سلام عليك دينا مراتي تحياتي من يوتيرن وانا عارفه انك بتتفرجي علينا وسلمي لي على زينه وعلى مروان قوي وانا بحب فرح من حبي في دينا مراتي عشان
اعمل زي الطالب المستني الكراسه. انت لسه لسه متت برنامج يوتيرن عشان نلف ونرجع تاني. ارجع بقى للشباب تاني. الدنيا زحمه يعني. لا لا بص يا كابتن انا اقول لك سمينا البروجرام ده يوتيرن. احنا اخترنا اسامي كتير قوي وفي الاخر استقرينا على يوتيرن علشان احنا بنوجه رساله لكل الشباب اللي بيشوفونا لف وارجع تاني عن اي حلم ما قدرتش ان انت تحققه تقدر تحققه معانا في يوتيرن. لف وارجع تاني عن اي قرار اخذته في حياتك وحابب ان انت تتراجع عنه في يوتيرن تقدر تحققه معانا. مش عيب الانسان يتراجع عن قرار خدته في حياته. طب كتبت لي ايه طب يا كابتن خالد؟ اخلص حبي وتقديري لينا وفرح وعامر. 5 جنيه طبعا طبعا كده اخر الحلقه البنتين الاول عشان طبعا لسه فيرست طبعا لسه صح؟ طبعا طبعا ولا انت عندك اعتراض؟ لا عندي ما ينفعش. احنا عايزين سيلفي برضه. عايزين نصور سيلفي دلوقتي. يلا نصور سيلفي دلوقتي. هشام هيموتنا لو تصور. طب يلا تعالى نصور سيلفي. طب خلاص مش مهم. طب يلا يلا كنت عايز العب معاك هيد. تلعب هيدرز؟ يلا العب هيدرز. كوبايات بس انت طبعا العب انت العب انا العب انا يلا انت عايز تلعب روح. طب طب يلا انا اول مره العب في برنامج من زمان قوي. لا والله يلا طب يلا بس مش اي برنامج يا كابتن. ما ينفعش نبتدي طبعا شباب. لا جدا. باي باي.